بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، مسألة قراءة المسلم القرآن الكريم ينبغي أن لا يحول بينه حائل، يعني أنا لا أستطيع أن أضع شروط وأقول إن فعلت كذا فلا تقرأ القرآن أو لا يصح أن تقرأ القرآن. أنا المسلم مطالب أن يقرأ القرآن في كل وقت وحين ما دام مستطيعا لذلك على قدر استطاعته، يعني الأولى في القرآن أن يقرأه بأحكامه، بتجويده، بمخارج حروفه، بطريقته التي تواترها العلماء سلف عن خلف. لكن إن كان إنسان لا يستطيع بقدرته، ما عندوش القدرة على إن هو يقدر دلوقتي يقرأ بأحكام التجويد كاملة، يقرأ يستطيع أن يضبط الغنة والقلقلة وغيرها من يقرأ الماهر بالقرآن مع السفة الكرام البررة. ده بالنسبة للمسلم بينه وبين نفسه ممكن يقرأ القرآن في بيته، يقرأ لما يسجله يذيعه للناس. لا، مسألة التسجيل، أنا عندي مجمع البحوث، المفترض أن هذه التسجيلات بترجع تاخد تصريح مجمع البحوث. مجمع البحوث لا يجيز نشر تسجيل للقرآن الكريم فيه أخطاء في أحكام التجويد. يعني المشكلة عندي، يعني ما سمعناه الآن، أنا بغض النظر عن القارئ الذي يقرأ يعني قرآن، لكن مسألة ما سمعناه في بعض يعني عدم ضبط الأحكام التجويد، في مخارج حروف غير مضبوطة، في قدر مد مش متساوي مع بعضه، في ترقيق لحروف لا ترقق، في تفخيم، كل ده في النص دي لها اسمها.